إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى واللصوم طاعته وأحذركم ونفسي من عصيانه تبارك وتعالى واعلموا نحن في أواخر في هذه الشهر المبارك الرمضان فلا بد أن نغتنم منها كما أمر الله تبارك وتعالى حيث يقول وما تفعل من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب عباد الله إن الحياة في هذه الدنيا وفي القبر وفي الآخرة دائمة فلا بد أن نأخذ الاستعداد للدار الباقية قال ربكم جل وعلا ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزي الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون عباد الله إن العاقل الموفق هو الذي يقتنم مواسم الخيرات والبركات فيعمرها بما ينفعه يوم لقاء ربه تبارك وتعالى ويباعده عن أسباب غضبه ومقته عباد الله كما ذكرنا من قبل وإننا في شهر المبارك العظيم وإننا مقبلون على خير أيامه ولياله ألا وهي عشر الأواخر من رمضان التي هي خير الليالي العام وفيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر عباد الله
كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في عشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها. وفي ذلك تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئصره وأحيا ليلة وأيقظ أهله. متفق عليه. إنه كان إذا دخلت عليه العشر الأواخر شمر للعبادة أكثر من عادته. وقيل صلى الله عليه وسلم أنه كان يجتنب فيها أهله تفرقا للعبادة، عباد الله، وكان يحيي الليالي هذه العشر، أي يقضي لياليها مصليا تاليا بالقرآن، داعيا إلى الله تبارك وتعالى، ذاكرا ربه تبارك وتعالى. والمقصود أنه كان يحيي أكثر ليل، لأنه لا ينام في لياليها أبدا، لقولها رضي الله عنها في حديث آخر: ولا أعلم النبي الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة ولا قام ليلة حتى أصبح غير رمضان. أخرجه مسلم والنسائي ولفظه للنسائي. وكان من هديه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في هذه العشر أي إيقاظ أهله حتى يأخذوا نصيبهم من هذه الليالي المباركة. وهذا من كمال نصحه وعنايته بأهله، ولنا فيه عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في هذه العشر أنه كان يعتكف فيها، أي يلازم المسجد ولا يترك منها كل هذه العشر، تجنبا للمشاقل الدنيا وتفرقا للعبادة ربه تبارك وتعالى، وتحريا ليلة القدر فإنها في عشر الأواخر من رمضان. والاعتكاف عباد الله سنة باقية مستمرة. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه رضوان الله عليهن من بعده. متفق عليه. عباد الله، فاجتهدوا في هذه العشر المقبلة عليكم بقدر الطاقة والإمكان، واغتنموا الفرص قبل الندم وفوات الأوان، واجتهدوا في الإخلاص. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه الغفور الرحيم والبر الكريم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى، صلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، we are in the middle of the last 10 days and we need to strive and try to take our أعمال with these 10 days. Because the stake of these 10 days is very high, very expensive. If you lose, it will never come back to you. Allah subhanahu wa ta'ala has made with different ayamis and different hours each year and each month priceless. As a Muslim community, Muslim Muhammad community sallallahu alayhi wa sallam, our age is very short. Our lifespan is very short. People who came before us, they used to live thousands of years. You know, Nabiullah Nuh alayhi salatu wasalam, when he was born and when he became prophet, and later when he was passed away, ulama can estimate around he was living around 1,005 years. While our age, قال النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60 و 70. The age of my ummah, average, most of them are between 60 and 70.
And that people, they used to live 1,500 years. How we can cover so long span of life while we are living only 60 or 70 years? Because of Allah gave us other fada'il. Allah gave us the best Prophet sallallahu alaihi wasallam, the best Quran, and Allah made us the best ummah. As long as we act upon kuntum khayra umma ukhrijan linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. That's why we can catch them up only if we invest our time, which is very short, but has a priceless value. That's why قال النبي صلى الله عليه وسلم, one of the time that Allah gave us to catch them up is Ramadan. And Allah gave us the last 10 days of Ramadan because they are the best 10 nights. Later, inshallah, Dhul Qa'dah and Dhul Hijj also, we will have 10 best days as well. Look at the way Allah subhanahu wa ta'ala gave us a lot of opportunities to catch that umam that before us, who used to live around 1,000 years and more than that. That's why qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitab al-aziz, وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ. Whatever good deeds you do, Allah knows. وَتَزَوَّدُوا فَيْنَ خَيْرَ زَادِ التَّقْوَى. And take your profession to the akhirah. And the best profession that you can do in this world and you can take with you is the taqwa. Anyone who fears of Allah subhanahu wa ta'ala, Allah knows. وَتَقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Allah says, fear of me. If you have a brain, if you have a knowledge, that's why whatever we have is going to finish. مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدْ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ الْبَاقِ. Whatever we have in this world, as long as we don't invest, we don't pay in the, for the sake of Allah, it will diminish. It will get off. It will finish. وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقِ. Whatever we invest with Allah subhanahu wa ta'ala, Allah will keep us for us. He will accommodate with akhirah, in the qabr and also in akhirah. So we need to know that. We are for the last 10 days already. Today maybe it's 17, some 18, 19. Within 2 days or 1 day, we are going to be for the last 10 days of Ramadan. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر شد مزار. Whenever he comes to that 10 days of Ramadan, he used to prepare himself for the ibadah of Allah subhanahu wa ta'ala. And he used to stay in the mosque. He used to do i'tikaf. So he will never leave from the mosque. And the wives of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, when he passed away, also they used to stay in the mosque that 10 days. So that 10 days, although we don't have a time to stay in the mosque because of the coronavirus, because we have also a curfew from the government. And the curfew will start maybe 10 o'clock until 4 o'clock. So nobody will be able to come to the mosque. But also, we can make our houses a mosque. When you're at home, you need to awaken your family, your children, our lodges, our home. We have to convert into mosque. Because of everywhere is Allah subhanahu wa ta'ala. We are not obliged to come here. As long as our security is not possible to come, we have to stay our homes until 4 o'clock. Then when we make suhoor, we have to come here, and then we have to finish our a'mal like that. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله. The Prophet never leave to make itikaf that 10 days in the mosque. But we are not able to do that. But we can make itikaf in our homes. And also we can actually do our ibadah. Walaalayaal, Ramadan akhirkeed baan joognaa, Ilaahay idin barakeeyo.
وينن كفائدسنا خطبه انت اسمك هذا وتمنكي عشو وليله القدر خير من ألف شهر كن هبين بك خير بنت هبين كاس ادي لهي سيهبين كان ولا كل مكرر نبي قال الله شغي هبين كان انه عبادستو لكن لو صحابي ايام رمي مركزا مرن كود الدرادود بالغ رفعيه نبي وحولي مر دويد وخا لي شغي ليله القدر كي هبين كو يهي لكن هب لي هب الباب مرمي إلهي سبحانه وتعالى مرن كود الدرادود بو الله إليك رفعيه سدا الدرادود دتك مسلمين تي دم بكسوي سميان إياك أيا دبات وقت ماذا لكن واحد ذكرت إلهي قديه س كوني جاء إني سأذيف عنها نبي جو حير وحلي شيء جاي طبعاً كأرض مير هذا إنه كشره طبعاً كأكد دلالة بني بقول صلى الله عليه وسلم مركز 10 days إن طبعاً كبد داشه وحبك هو قادم ميسه ولي بقى هذا لو الناس يروح طبعاً كهبنا ده وتر ذا هبنا ده وتر ذا أيه كسي كره مرة دير رواه الله يسبح خلافه وما أرد ما أنت على تي ما أنت على تي طبعاً كبيس كده دلالة أما وتر ذا كوكو هذا ما شفت ذا كوكو هذا ما طبعاً إيشه ما طبعاً إيشه مركب طبعاً كأشياء عند ذل أيامها وتر ذا أسبان ونبي جمارته كوبي الله واتنكا سحيا الله واتنكا شني الله واتنكا تضبي الله واتنكا أبو مندر محمد السيد المثاب السحابة إمارته ويكون دارين شرين إنه هبين كأي هبة قصة ماها تنديس كنبي جو سوى الله سحيا الله تكى قال يا رب كسر جودي يا مارتي رب دعي واسوان تهاي تضبي يعني أحاديث هذا ما كسوان سياحين كي يسون كي معجبين في مسألة كسوان مركب طبعاً كأشياء عند ذل aan iska ilaalinno shirka dambiga aan iska dhowro fadhi ku durra kan iska dhowro ducadeena la waa aqbalay dalkii waa noo degan yahay meel kasta joogno alxamdulillahi rabbil alamin hadaan ilaahay barno mar walba ilaahay ducadeena marto waa aqbalaya dadkii maalintii dhaweeyto kaniisadii hadda labo gudahood baa la wareegay marteen la soo wareegina insha Allah lacagta isku qorina dhamaan keen aqulu qawla hada wa astaghfirullahi li wa lakum ولسان المسلمين يقول الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد كنيسة هذا فهم وإذا وكنيسة البيان كوميونيتي صوف الكوي بيساوي جهنس بكت الله ولو بدل أي مساجد عددك مارك عليه بقار بدنا نوقين إلين وياك كنيسة دنيا وحنا كله يوم حي أنا كوميونيكيشن مهم أنا قف كيا وحكو درسنا أيام تورينا ومارت الديار حبيس كوي منكرة ولايف لايف تايم واي مل إلهي بقول يوردوري لا تنسى قير كي إلهي قير كل وقعة بده والله ربنا إلهي الوقعة بده قف كي والد كي أما صدق جارية كسنة سنة يا وقف كوي يعني تشانس كان مهرو شيطانكو عدو بيني ومارتو كتابا لكن قف كهلا واللايف تايم يعني لما هلا ومشاريع دمارتي أي أدق تاهين لهلا مرك تاسنا هالجودة دالو إلهي سبحانه وتعالى أنا دعاء إيو الصلاة إيو صنط إيو مرت عبادات كهنا قبل أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين إنه هو الغفور الرحيم والبر الكريم واقيم الصلاة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.